السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، كلشي بخير. كنتمنى تكونوا بخير البنات. المهم البنات، كنتمنى تدعموني في قناتي اللي هي سعاد شانيل. البنات، اليوم صورت معكم واحد الفيديو جديد على قناتي. المهم البنات، غنوريكم واحد المعنات بحال هاد الهاشوار. هادي الهاشوار هذا فيها الجاج وفيها اينوكس، صراحه بثمن مناسب. كنتمنى البنات يعجبوكم، ونتمنى البنات تشجعوني في قناتي ودعموني، والله يجازيكم بخير. وكاين الترموسات البنات، صراحة واعرين، تمن صراحة بثمن مناسب، ما غاليينش بزاف، وتا الكاريتي ديالهم زوين. ها هما البنات، صراحة البنات عجبوني، واعرين في الموديل ديالهم. وهادو يا البنات انا حمقوني الصراحة، هاد المقالي هادو الصراحة واعرين، كدايرين نحاس من الفوق ومن الداخل، دايرين ديال الجرانيت، صراحة واعرين البنات كيحمقو، وحتى الثمن ديالهم صراحة مناسب. البنات صراحه هاد المقالي واعرين واعرين، هاد الموديلات يلا خرجوا، وحتى الطياب ديالهم كيجي زعما كيلصقوش، وكاينه حتى جميله جرانيت هي، نوريها لكم البنات. هيا البنات، ما بغيتش نحلها صراحه مع الميكا، جبناها كوموند واحد السيده. شكرا لكم البنات كاع اللي كدعمني وكتبارطاجي لي القناه ديالي، كنشكرها بزاف من هاد المنبر هذا. وشكرا على التعليقات الزوينه ديالكم البنات، وزيدوا شجعوني، الله يسهل عليكم، وشكرا لكم بزاف. كاين البنات هاد العجانه هذه، جبناها حتى هي كوموند، صراحه واعره حتى هي. ما تنساوش البنات لي لايك والاشتراكات، وما تنساوش بارطاجيو لي القناه ديالي. كنتمنى البنات الصراحه ان شاء الله ما نغيبش عليكم، وديما نجيب لكم فيديوهات جداد بتشجيعات ديالكم. ها هي البنات العجانه، الصراحه ما بغيتش نجبدها مع ثقيله شويه، بغيت نجبدها من الكرتونه. ماما كاين البنات هاد الهاشوار تاعي ديال واحد ديال اينوكس ديال الجاج، صراحه واعره تاع هي، موديل جديد. باش زوين هاد البنات هاد الهاشوارات، واخا ملي كيسخنوا كيسكتوا، ولكن واحد الشويه كيبردوا كيعاودوا كيخدموا، صراحه واعرين، كيهنيوك صراحه من التمره ديال الربيع وهادشي الخضراء، ولا بغيتي التعمار كاين البنات هاد المقلة عاوتاني العجيبة، واعرة واعرة البنات هاد المقلة هادي، وفيها الماركات. المهم البنات اللي بغات تعرف الماركة المزيانة، كتكون في هاد البليصة هادي اللي شادة انا بحال هكا هنايا، كتكون هاديك اوريجينال، صراحة كتكون واعرة، وفيها هادو احتياطيا هاد جليدات هادو. صراحة هاد المقلة هادي باش عجبتني، كطيبي فيها كلشي، مثلا داك الشيء كتجيبو الصراحه بحال الدجاج غير كتشرب ليه كتحطيه كتجي واعره. والمهم البنات، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف.